احنا عايزين نلعب بس انا مش متفق على دي. كنتي ما صبرش على كريستيان اريكسن. كره القدم دايما ما تعطيك فرصه للعوده. كريستيان اريكسن كان لعيب مكروه جدا لانطونيو كونتي قعد لحد كره ميلان سبب انه مش اجريسيف لحد فاول ميلان دقيقه 91 في كوبا ايطاليا في مباراه ضد الميلان سجل هدف الفاول كوره جول. بص ما ده كلام برضو بتقوله يا كريم لكل اللعيبه للبراعم للناشئين للعيبه الصغيره بس هو لعيب طول عمره خجول كده حتى في توتنهام. خمس دقايق صبر عليك خمس دقايق قولوا لي بسرعه لعيبه طليان لعبوا في الدوري الانجليزي قول واحد. جان فرانكو زولا. الله ايه ده سهل كنت اقول زولا يا عم انا عايز السهل ما كده ما كده مانشستر برافو عليك دارميان امان ابيض في واحد يا جماعه ده كان لازم يبقى اول واحد بالوتيلي صح سيتي. طيب احنا لسه فابريزيو رافينالي ده هيودينا في داهيه يلا بينا انا عارف هيزينا مين انت قلته ده رافينالي هو يقلب التيشيرت وساوثامبتون رافينالي العجوز ابو شعر ابيض واحد لا خش على شكل خش على شكل دي مزوف ولا ما لعبش هناك لا اسمه ايه مس ايه ماسكول بتاع نص الملعب اللي كان بيلعب ابو شعر طويل ده اسمه ايه كان اسمه ايه نسيت لعيب ايطالي جيانلوكا فيالي فيالي جورجينيو يلا بينا مين تاني لعيب ايطالي وقعت مني انا هحل كله ما انت جاي خلاص كده انت اللي جابت اللي فيه قفلت يعني. طيب ده بسالك سؤال مين يسال سؤال حد عنده سؤال ولا كمل انا عندي سؤال يلا. اتنين لعيبه يونانيين لعبوا في الدوري الايطالي في الدوري الايطالي ولعبوا في انديه كبيره جدا في الدوري الايطالي واسمهم سهل جدا ان احنا نقوله. نانولاس؟ لا لعبوا جنب بعض في فرقه واحده في الدوري الايطالي فرقه كبيره بعد اليورو بعد اليورو 2004 انت طلعت معاه ايه انت معاه لا اصل اليونان ما طلعتش لعيبه غير اللي في اليورو يعني صح انا ولا فاكر ولا اسم لاعب يوناني الفيرو بتاع اليونان رقم 9 بتاع كريستيس كريستيس ما راحش لا ما راحش الايطالي. طب مش كارجونيس هما اتنين مساكين كمان بس دي اسئله صعبه قوي مش صعب ولا حاجه يا شفت انا اديتك سؤال عامل ازاي كرياكوس باباستاتو بولوس وكوستاس بابادوبلوس. طب انت شفت فاهمني اقولهم ازاي شفت يا ابن عليك ده بيعذبنا يا كريم انت والله جايب عذاب تاني يتحدى بيه محمود ابو انا اتحدى بيه بس ما تصعبهاش علينا سيبنا نلعب ماشي انا مصمم ان هم يقولوا خفتش دي عشان قبل ما نمشي بقى قلناها برده لا يعني مايند يور تايم ماشي اظبط وقتك انا عندي له حاجه سهله بالنسبه لي محمود عشان الجنسيه دي دايما بتجلي مع انتر مش ماشيه معانا خالص. كام لعيب فرنسي لعب في انتر؟ لا مش كام لعيب بقى يعني كام لعيب طب يسمينا خمسه نقول فرنسيين يسمينا خمسه صح كده خمس لعيبه واحد قول واحد لا كل واحد يقول واحد دالمات ماشي فيرا ماشي مش عارف ماشي اتفضل يوري يوري جوركايف جوركايف طبعا ده انت قديم جوركايف 98 كان كاس العالم ده بيابياني يا راجل للاسف. طب هات بقى كابتن الفرقه اللي شال كاس العالم في 98 استنى بقى لحظه شال كاس العالم في 98 لوران بلان ماشي يا نهار ابيض لعب عدى بقول في انتر يا نهار ابيض معانا في انتر. طب بص احنا على الهوا طيب ماشي جيب بينك بقى طيب دقيقتين فاضل دقيقتين خفتشك فارتس خليه لعيب نابولي يلا خمس مرات لازم تقوله لازم تقوله لا كده واحده لا خفتشك فارتس خليه اسمها خفتشك فارتس خليه كمل انت لا خمسه يا باشا هتقولهم خمسه اهو لا ده سلام في النص ده واحنا بنتكلم قال اثنين طب قول اول اسم بتاعه خفيتشاك فارتس خيليا ايوه تمام طبعا الكلام ده اللاعب دوت على لاعب نابولي الكبير جدا اسم لعيب مش حاجه وحشه خالص مش عارفينه خمس مرات خفيتشاك فارتس خيليا والله والله الله خفيتشاك فارتس خيليا السؤال مش قوي يعني السؤال السيده والدته والسيد والده كانوا بيتبولوا في البيت يقولوا ايه اكيد في اسم ده كفاره خلي بالك انا كان معلقنا الكبار طبعا وانت عارف كان يقول لك مثلا اسمه خفيشيا فاكر يعني خفيشيا اسمه هنسميه خفيشيا الله يرحمه كابتن بكر طبعا اسمه ايه ده بالروك اسمه باستيان شفاينشتايجر يبقى باستيان بقى مشيها يعني انت بتعلق على ماتش الاهلي وبايرن بتاع اللي كان في قطر والله العظيم نورتوني.